بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرة المعركة. $12 والله صارت صارت مبلغ صراحة. يعني المفروض استعملها هنا بما انه انا خطتي فيها عملاق ملكي صح؟ لكن ما اعرف صراحة. 6312 بنشوف. لكن من طريق الاساطير. يلا بسم الله. طيب هذا على الأقل لعب. عموم الأبراج ذي مرة حلوة صراحة. أيوة يعني من الأشياء الزينة واللي مبسوط إني جبتها واشتريتها بهذه اللعبة. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. شايفين كيف الضيم دايما كذا؟ خصوم اجرام برابرة باولر. والله العظيم قرفوني صراحة البرابرة ذولا في كل مكان. الله يعين. أليل. الله يعين. لا 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 كذا قرف قرف قرف. خفافيش نافخ اسهم اميره. الله يعين. على العموم هذا حسابي الثاني وطريق اساطير ليس شيئا مهما. نضرب الاثنين ذولا.
يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تكفى تكفى، الحمد لله. كان اسلوبي سيء. بس ايش تسوي؟ ايش اسوي؟ انتظرت ويا يرد. الحمد لله. ما كان ودي يعني اكون مره سيء، بس يقهرون اللي يلعبون برابير الصراحه. انا اكرههم كره، خاصه اذا كان معاهم باولر. عاد ايش اسوي والله. استعجلت بالضحك، ضحكت مرتين بالغلط. يعني ايش اسوي، من زمان ما لعبت اللعبة وناسي وين التعبيرات. صار لي اسبوع تقريبا، ولا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله العلي العظيم. يلا خنزير خنزير، نطلب خنزير. يلا المهم، مرة صعب المباراة، والله مرة صعبة. وهذا تونا بطريق الأساطير المتحدي واحد، شيء غير طبيعي الصعوبة بهذه اللعبة صايرة. كثيرين كرهوا أبو اللعبة بسبب التوتر الزايد والصعوبة الزايدة. عاد كثير والله، تو ماتش والله. لا إله إلا الله، كان ودي إنه يعني يكون في عملاق اهجم الان، بس ما في ما في ما في. شو بدك تعمل يا زلمه؟ راكبة كبش شفنا، اميرة نافخ اسهم و ايوه هذول الاشياء اللي لازم. يا ساتر يا الله، بس اشياء مقرفة صراحة كثير. اعوذ بالله، ايش قاعد اسوي؟ تسوي ذي راكت الكبش يا الله. طبعا انا لعبت البيكا على رمى تفرقعات، استهدفت رمى، بس طبعا كان الله يستر لكم برابرة أو شيء. الله ياخذه، بس الله ياخذهم. نزل صياد عشان يكون كسير أقل لين ما ربك يفرجها. ابلع وضيع. اللعبة مرة صعبة صايرة، كل مباراة كذا رعب، من برابرة لميجا نايت. ما تقدر يعني إلا تتوتر.
كل مباراة كمية قهر. أظن لازم يكون حسابي مستوى 15 عشان أفكر أنه تكون بطاقة 15. يلا بسم الله. طيب هذا بدائل الأقل. الله يستر منه، نعوذ الله من شره. جنايت. طيب كلهم غريبين كذا، السحر كهربائي وتكرار الخصوم شيء متعودين عليه. شوف وين حاطي لل قهرون قهرون دائما كذا، يعني وين حاطي للهجوم؟ انا الحين ودي اهجم بالعملاق الملكي، وين حاطي لي اياه؟ عنده هجومين الكلب. لا اله الا الله، بس عنده الساحرين. نسوي الحركة ذي، الله يستر. نلعب سحر كهربائي ومجنايت. سحر مجنايت، سحر مجنايت. اها حلو حلو حلو. ابلع ابلع كلب. الله يعين، عنده هجومين. لازم سحر كهربائي للمنطاد. نزلتين الصغير كذا تهويش. بيلعب سحر كهربائي الان. نلعب له الفالكيري عشان ما نعطي له فرصة. مباراة صعبة صراحة لسه. 700 هناك. نزل له. أنا سياف عشان الهياكل طبعا. يمكن يكون بزر، ما ودي ازود القهر. مهم مباريات صعبة صعبة صعبة. في قلق كثير 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 بهذه اللعبة، في توتر كثير، في كل 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 حساب بكل مستوى بكل شيء، سواء بالكؤوس أو بطريقة الأساطير. القهر فيك فيك، شوف كيف. يا ويلي. طيب حلو أن ذا أول. والله يا شيخ هذا معلن الإجرام من البداية كذا. على الأقل هذا بدأ المباراة. أنا إيش هذا كل خصومي كذا الساحر كهربائي ثلاثة هجوم ثلاثة مرات ساحر كهربائي. لعب هياكل أو لا أنا ما أدري، أظن لعب الهياكل.
يا ويلي بس. لازم نسوي كذا. لو انا مو متأكد انه يعني انا خايف صراحة. الله يستر. انه الصياد ممتاز المنطاد. طيب على العموم نزل تنين صغير احتياط. طيب 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 يلا ولا الحمد لله. اخر ثانية. لا لا هذا كريم، هذا كريم ما هو بوت، ذا هذا لاعب حقيقي. ها الله يعين. بس حلو كفو. مشكلة. اوكي كريه 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 بحركة السحر الكهربائي كمل كملت الملعنة. كريه كريه جدا مدفع. سباركي السحر الكهربائي يا شباب. الله يعين. الحمد لله. أعوذ بالله. والله لعبة إجرام 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 غير عادي. والله إجرام غير عادي. برابيرا وسباركي وهيكل عملاق وقبلها ميجانايت وراكبة كبش قبلها باولر وبرابيرا. أربع انتصارات ورا بعض الحمد لله. يعني تقريبا وناسه بدون ضغوط بالحساب الثاني تقريبا يعني بدون قلق. في قلق شوي بس هذا السوس باكيت. طيب لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله لا اله الا الله. هذه مشكله اذا ما كان معها سبل. ان نقول تقريبا بدون ضغوط. والان بدينا نشوف اول شيء الفارس الذهبي والان ملكة رامية السهام الارشك كوين ومدفع. شوفوا كيف الكلاب بدأوا يكررون علي الصعب. هذه مشكلة اللعبة يعني. اذا يعني الحمد لله يعني في فوز في انتصارات. اذا شافوك تفوز حطوا عينهم عليك. مشكلة كبيرة. هذه مصيبة. هذه يلا حلو. استعمل الخاصية. يا الله يا الله. والله مشكلة والله. الله يعين. كنا عارفين ان اللعبة ما راح تخليك تتهنى. يا شينها يا شينها يا شينها. عاد معاه ولا من الثلج بعد.
تكتم مع المدفع، تكتم الأشياء الشينة والسيئة بهذه الخطة. طبعا التسحيب غلم الثلج ذا أسوأ شيء بالحياة، حول ولا قوة إلا بالله. الله يصبرني بس. كارثة كارثة طبعا، هذا الخصم كارثة كارثة بكل معنى تفاصيل الكلمة. لا إله إلا الله، لازم نسوي ساكن سريع. الله أعلم يمدينا ولا ما يمدينا، والله شكلنا ما يمدينا. حلو 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 يا ربي. بس يا الله يا الله يا الله يا الله، نلطفك يا رب نلطفك يا رب. شايفين مباراة واحدة كذا دمرت الأعصاب، ما بالك يعني إذا عدة مباريات بطريق الكؤوس بحسابك الأساسي. حلو حلو النهاية حلو النهاية. محترم على الأقل. يا الله يا الصعوبة، والله صعبة خطته. الحمد لله يقهرون على العموم، يقهرون والله. هذا وين موصل مثلا؟ 6109 كل تشكيلتك ماكس. طيب إلا ملكة الأرتر ما أو مو ماكس صح، مستوى 14 خلال 4 سنوات. هذا اللي قدرت عليه. العموم تشكيلته مرة صعبة مرة قوية. طبعا أرتر كوين يعني غني عن التعريف. يعني باقي 4 خطوات 5 خطوات على متحدثني. أنا أشوف إنه كثيرين طفشوا من اللعبة تقريبا. نحن في فترة إجازة والساعة تقريبا 1 الليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.